His Excellency Mr. Abdel Fattah el Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. إذا كما نتابع مشاهدينا وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة نيودلهي أو تحديدا مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وصل بالأمس إلى العاصمة الهندية نيودلهي لحضور هذه القمة ودائما ما تدعى مصر إلى حضور هذه القمة كضيف شرف. في هذا العام زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الهند مرتين، مرة كانت في شهر يناير من هذا العام لحضور أيضا كضيف شرف في احتفالات الهند بتأسيس الجمهورية وكانت هذه الذكرى الثالثة والثمانين ووافق في هذا التوقيت أيضا الذكرى ال 75 لتأسيس وإنشاء العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر والهند إذا تابعنا منذ قليل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين نشاط موسع للسيد الرئيس خلال هذه القمة التي تعقد على مدار يومين النهاردة وبكرة إن شاء الله بكل تأكيد هيكون في لنا متابعة <applause> مستمرة لفعاليات <applause> <بفعليات تصفيق> آه هذه <تصفيق> القمة <تصفيق> التي تدعى لها مصر باستمرار للحضور كضيف شرف